خمسة أطعمة شائعة يرفض الملك تشارلز الثالث تناولها. حياة أفراد العائلة الملكية وأسلوب حياتهم عادة ما يثير كثيرا من الفضول، ونظرا إلى أن الانتماء إلى العائلة الملكية له العديد من الامتيازات، فإن أسلوب الحياة الملكية يختلف تماما عن أسلوب حياة الشخص العادي. وعندما يتعلق الأمر بالعادات الغذائية، فإن الملك تشارلز الثالث يشبهنا تماما، فهو يحب أن يأكل نفس النوع من الطعام كل يوم، ويرفض تناول بعض المواد الغذائية. وفيما يلي نظرة على بعض الأطعمة التي يرفض الملك تشارلز الثالث تناولها، وفقا لمصادر من القصر الملكي ذاته. أولا، كبد الإوز. يعد واحدا من أشهر الأطباق الفرنسية عالميا، ولم يرفض الملك تشارلز الثالث تناول هذا الطبق فحسب، بل جرى حظره أيضا من المطبخ الملكي منذ عام 2008 بسبب مخاوف متعلقة بصحة الحيوانات، وهو ما كان أمرا مثيرا للجدل في ذلك الوقت كما هو الآن. ثانيا، القهوة. يرفض الملك تشارلز الثالث أيضا شرب القهوة، ويفضل تناول الشاي بدلا منها، حيث يستهلك كل نوع من أنواع الشاي بشكل مختلف مع مراعاة القواعد المناسبة، فهو مفتون تماما بأنواع الشاي المختلفة، وربما يعيش طوال اليوم على نوع الشاي المفضل له، وهو الشاي بالعسل والحليب. ثالثا، الشوكولاتة. على الرغم من أن الملكة إليزابيث الثانية كانت تحب الشوكولاتة، فإن الملك تشارلز الثالث لا يأكلها، فلا يمكنه حتى أن يقف على مرأى من هذا العنصر الغذائي الشهير، ويتعين على الطهاة بالقصر الملكي أن يفكروا في اختياراتهم لقائمة الحلوى بعناية تامة، لتجنب احتوائها على الشوكولاتة. رابعاً، اللحوم والألبان. المواد الغذائية الأخرى التي لن يأكلها الملك تشارلز الثالث ما لم يجري تحضيرها بطريقة معينة هي اللحوم ومنتجات الألبان. يحب الملك دعم عادات الأكل المستدامة، وعلى هذا النحو لا يأكل اللحوم والأسماك إلا ليومين في الأسبوع، كما أنه لا يستهلك منتجات الألبان إلا ليوم واحد من كل أسبوع. خامساً، وجبة الغداء. تعد إحدى الحقائق المعروفة والمرتبطة بالملك تشارلز أنه لا يتناول وجبة الغداء، فهو يفضل أن يتخطى الغداء تماما ما لم تكن جزءا من واجب اليوم، ويكتفي بشيء ما بعد الظهر المفضل لديه. والآن إذا كنت تؤيد الملك تشارلز في ذلك أو تختلف معه، فمن فضلك شاركنا برأيك في التعليقات. خمسة أطعمة شائعة يرفض الملك تشارلز الثالث تناولها. حياة أفراد العائلة الملكية وأسلوب حياتهم عادة ما يثير كثيرا من الفضول، ونظرا إلى أن الانتماء إلى العائلة الملكية له العديد من الامتيازات، فإن أسلوب الحياة الملكية يختلف تماما عن أسلوب حياة الشخص العادي. وعندما يتعلق الأمر بالعادات الغذائية، فإن الملك تشارلز الثالث يشبهنا تماما، فهو يحب أن يأكل نفس النوع من الطعام كل يوم، ويرفض تناول بعض المواد الغذائية. وفيما يلي نظرة على بعض الأطعمة التي يرفض الملك تشارلز الثالث تناولها، وفقا لمصادر من القصر الملكي ذاته. أولا، كبد الإوز. يعد واحدا من أشهر الأطباق الفرنسية عالميا، ولم يرفض الملك تشارلز الثالث تناول هذا الطبق فحسب، بل جرى حظره أيضا من المطبخ الملكي منذ عام 2008 بسبب مخاوف متعلقة بصحة الحيوانات، وهو ما كان أمرا مثيرا للجدل في ذلك الوقت كما هو الآن. ثانيا، القهوة. يرفض الملك تشارلز الثالث أيضا شرب القهوة، ويفضل تناول الشاي بدلا منها، حيث يستهلك كل نوع من أنواع الشاي بشكل مختلف مع مراعاة القواعد المناسبة، فهو مفتون تماما بأنواع الشاي المختلفة، وربما يعيش طوال اليوم على نوع الشاي المفضل له، وهو الشاي بالعسل والحليب. ثالثا، الشوكولاتة. على الرغم من أن الملكة إليزابيث الثانية كانت تحب الشوكولاتة، فإن الملك تشارلز الثالث لا يأكلها، فلا يمكنه حتى أن يقف على مرأى من هذا العنصر الغذائي الشهير، ويتعين على الطهاة بالقصر الملكي أن يفكروا في اختياراتهم لقائمة الحلوى بعناية تامة، لتجنب احتوائها على الشوكولاتة. رابعاً، اللحوم والألبان. المواد الغذائية الأخرى التي لن يأكلها الملك تشارلز الثالث ما لم يجري تحضيرها بطريقة معينة هي اللحوم ومنتجات الألبان. يحب الملك دعم عادات الأكل المستدامة، وعلى هذا النحو لا يأكل اللحوم والأسماك إلا ليومين في الأسبوع، كما أنه لا يستهلك منتجات الألبان إلا ليوم واحد من كل أسبوع. خامساً، وجبة الغداء.
تعد إحدى الحقائق المعروفة والمرتبطة بالملك تشارلز أنه لا يتناول وجبة الغداء، فهو يفضل أن يتخطى الغداء تماماً ما لم تكن جزءاً من واجب اليوم، ويكتفي بشاي ما بعد الظهر المفضل لديه. والآن إذا كنت تؤيد الملك تشارلز في ذلك أو تختلف معه، فمن فضلك شاركنا برأيك في التعليقات. 5 أطعمة شائعة يرفض الملك تشارلز الثالث تناولها. حياة أفراد العائلة الملكية وأسلوب حياتهم عادة ما يثير كثيرا من الفضول، ونظرا إلى أن الانتماء إلى العائلة الملكية له العديد من الامتيازات، فإن أسلوب الحياة الملكية يختلف تماما عن أسلوب حياة الشخص العادي. وعندما يتعلق الأمر بالعادات الغذائية، فإن الملك تشارلز الثالث يشبهنا تماما، فهو يحب أن يأكل نفس النوع من الطعام كل يوم، ويرفض تناول بعض المواد الغذائية. وفيما يلي نظرة على بعض الأطعمة التي يرفض الملك تشارلز الثالث تناولها، وفقا لمصادر من القصر الملكي ذاته. أولا، كبد الإوز. يعد واحدا من أشهر الأطباق الفرنسية عالميا، ولم يرفض الملك تشارلز الثالث تناول هذا الطبق فحسب، بل جرى حظره أيضا من المطبخ الملكي منذ عام 2008 بسبب مخاوف متعلقة بصحة الحيوانات، وهو ما كان أمرا مثيرا للجدل في ذلك الوقت كما هو الآن. ثانيا، القهوة. يرفض الملك تشارلز الثالث أيضا شرب القهوة، ويفضل تناول الشاي بدلا منها، حيث يستهلك كل نوع من أنواع الشاي بشكل مختلف مع مراعاة القواعد المناسبة، فهو مفتون تماما بأنواع الشاي المختلفة، وربما يعيش طوال اليوم على نوع الشاي المفضل له، وهو الشاي بالعسل والحليب. ثالثا، الشوكولاتة. على الرغم من أن الملكة إليزابيث الثانية كانت تحب الشوكولاتة، فإن الملك تشارلز الثالث لا يأكلها، فلا يمكنه حتى أن يقف على مرأى من هذا العنصر الغذائي الشهير، ويتعين على الطهاة بالقصر الملكي أن يفكروا في اختياراتهم لقائمة الحلوى بعناية تامة، لتجنب احتوائها على الشوكولاتة. رابعاً، اللحوم والألبان. المواد الغذائية الأخرى التي لن يأكلها الملك تشارلز الثالث ما لم يجري تحضيرها بطريقة معينة هي اللحوم ومنتجات الألبان. يحب الملك دعم عادات الأكل المستدامة، وعلى هذا النحو لا يأكل اللحوم والأسماك إلا ليومين في الأسبوع، كما أنه لا يستهلك منتجات الألبان إلا ليوم واحد من كل أسبوع. خامساً، وجبة الغداء. تعد إحدى الحقائق المعروفة والمرتبطة بالملك تشارلز أنه لا يتناول وجبة الغداء، فهو يفضل أن يتخطى الغداء تماماً ما لم تكن جزءاً من واجب اليوم، ويكتفي بشاي ما بعد الظهر المفضل لديه. والآن إذا كنت تؤيد الملك تشارلز في ذلك أو تختلف معه، فمن فضلك شاركنا برأيك في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.